صيام رمضان نتيجة مجلس إدارة جمعية الجبهة الخيرية قرية الرحمة. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الأمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أختلف مع أخويا إدريس، أسأل بمعرفة الله أي حاجة، هو أن صاحب المكان، صاحب المكان هو النور، النوبة هي صاحبة البكار، فاحنا في حظ مكان النوبة. أي نار نوبية كله بيت كله. بداية باسم مجلس إدارة جمعية جتة، وباسم كل أهالي جتة، نرحب بكل السادة الحضور اللي شرفوا وكرموا جمعية جتة وإن هم قاموا يحضروا الندوة النهاردة. المكان طبعا مكانكم، مفيش مجال ان انا ارحب بحد، انا زي زيكم، فاهلا وسهلا بيكم. ودايما جمعيه جده هتفضل مفتوحه دار لاي نوع ندوه، حفله، اي شيء. احنا مرحبين بجميع النوبيين من ثلاث اقسام بتوعهم. يتواجدوا في جده هو مكانهم، فاهلا وسهلا بيكم. وبداية برحب بأستاذنا الدكتور زهران محمد جبر، أهلا وسهلا بك أستاذنا الفاضل في جمعية جتة، شرف لينا وتكريم لينا تواجد حضرتك بين جنبات جمعية جتة النهاردة. النهاردة جمعية جتة بتتكرم، مش جمعية جتة عاملة، فأهلا وسهلا بحضرتك، وإن شاء الله هنسعد في المحاضرة مع حضرتك، لأن النهاردة إحنا في أشد الاحتياج لمثل هذه الندوات والمحاضرات. ليه يا جماعه احنا في اشد الاحتياج للندوات والمحاضرات دي؟ علشان تفضل النوبه. النوبه طول ما احنا هنعمل نحضر ندوات ونبحث في التاريخ بتاعنا، خصوصا الجماعه الشباب، لازم نتعلم تاريخنا، لازم نتعلم التقاليد بتاعتنا كانت ايه. لو احنا اتعلمنا من القامات والاماكن النوبيه زي الدكتور زهران الدروس والمحاضرات اللي هو بيقولها، النوبه هتفضل نوبه والهويه بتاعتنا هتفضل زي ما هي. اما لو احنا تجاهلنا ان احنا ندرس تاريخنا، ان احنا نتعلمه، الهويه النوبيه كلها هتضيع، يعني ايه، هندوب في المجتمع اللي حوالينا بدرجه اكثر من اللي موجوده دلوقتي. فنرجو من الاخوه الشباب يهتموا جدا بمثل هذه الندوات، سواء كانت في جمعيه جتة او في اي جمعيه ثانيه. يا جماعه لازم نتعلم. بس ان شاء الله طول ما الاساتذه والناس الافاضل اللي هم بيدرسوا وبيعلموا الناس التراث النوبي، ربنا يديهم الصحة والدكتور عمر موجودين، الأستاذ زهران محمد جفر، الأستاذ دكتور عفوا السلام عليكم. نرحب طبعا بالأستاذة جليلة، ونرحب طبعا بالدكتور عمر. نرحب طبعا بالدكتور زهران، دكتور مصطفى عبد القادر، الأستاذ محمد سليمان التكام، كل يعني الاساتذه اللي هم بيدرسوا التراث والتاريخ النوبي، ربنا يديهم الصحه والدكتور عمر موجودين وهيعلمونا فعلا النوبه هتفضل. جمعيه جتة هتهتم جدا بالنشاط الثقافي، هتهتم جدا بمثل هذه الندوات. شكر وتقدير للإخوة رئيس وأعضاء منتدى الندان، فعلا الناس دول يعني ايه بيعملوا كل حاجة عشان ينشطوا الجمعيات. مجرد ما كلمتهم قالوا لا، الندوة هتتعمل في جمعية جتة وهنيجي ونعمل كل حاجة. الناس فعلا هم اللي قايلين بجهد كله على فكرة. شفتهم في جمعية بنانة، شفتهم في الحفلة في الاتحاد النووي. فمنتدى دندان فعلا يستحق التحية والتقدير، كل شكر وتقدير.
احنا بالنسبه للاتحاد النوعي طبعا مش هينفع ان انا اتكلم عن الاتحاد النوعي. انا واحد من ضمن الناس اللي شرفت ان انا مسؤول فيه. بنوعد ان الاتحاد النوعي واللجان بتاعته هتنشط وهتساعد في كل نشاط ممكن هيتعمل في اي جمعيه عشان نوصل كلنا هدف واحد اللي هو ايه؟ تموت. اهلا وسهلا بكم مره ثانيه، وان شاء الله نستمتع بالندوه بتاعتنا النهارده بمحاضره الدكتور زهران، وبرضه هنتمتع بجزء فني. فاهلا وسهلا بكم، ونتمنى ان شاء الله تسعدوا معانا النهارده. شكرا.